كان من الطبيعي أن منطقة الفسطاط اللي اجتمعت عندها كل حضارات مصر تكون هي الموطن الأخير اللي انتقلت إليه مومياوات 22 ملكة وملك من ملوك مصر القديمة في احتفال عالمي وموكب مهيب كان في استقباله الرئيس السيسي تقديراً واحتراماً لحضارة مصر ولملوكها العظام. موكب رائع اختلطت فيه عظمة الماضي بعبقرية الحاضر، وعادت إيزيس ترتل مرة أخرى ترنيمتها بموسيقى وأصوات مصرية.